السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره لاهم الاخبار من شيعه ويفز نبداها باهم العناوين. مكتب المرجع الشيرازي في كربلاء المقدسه يحيي ذكرى استشهاد الامام الصادق عليه السلام. وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ستة ارهابيين بمناطق متفرقة في محافظة نينوى. وميدل ايست يسلط الضوء على رسالة البرلمان الاوروبي الداعية الى اطلاق سراح المعارضين السياسيين في البحرين. من الإجاز مشاهدينا إلى تفصيلات الأخبار أهلا بكم أقام مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في مدينة كربلاء المقدسة أقام مجالس العزاء في ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام وارتقى المنبر الشريف في المجلس الأول حجة الإسلام الشيخ زهير الأسدي وتحدث حول جوانب مهمة من شخصية الإمام الصادق عليه السلام، والتحديات التي لاقاها من قبل طغاة عصره لا سيما المنصور الدوانيقي، فيما تطرق الخطيب في المجلس الثاني حجة الإسلام الشيخ مازن التميمي إلى جوانب من السيرة العطرة الوضاءة للإمام الصادق عليه السلام، مؤكدا على ضرورة إبراز حياته وسيرته العطرة الوضاءة. احيت لجنه مداد بمدينه القطيف في السعوديه الذكرى التاسعه عشره لرحيل العالم الرباني والفقيه المجاهد المرجع الديني الراحل ايه الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس سره الشريف حيث أقيمت مراسم تأبينية بمشاركة وحضور جمع من الشخصيات الدينية والثقافية وتحت عنوان نظرية لا عنف عند المرجع الشيرازي الراحل قدس سره الشريف بينما تخلل المراسم كلمات وقصائد كانت منها كلمة لوكيل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في المنطقة الشرقية حجة الإسلام السيد ماجد السادة أعلنت وكالة الإستخبارات العراقية عن إلقائها القبض على ستة إرهابيين في نينوى وقالت الوكالة في بيان لها إن مفارز وكالة الإستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى كانوا مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية مضيفا أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية اعلنت وزاره الداخليه السعوديه عن رفع حظر التجوال بشكل كامل في جميع مناطق المملكه والسماح بعوده جميع الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وقال مصدر مسؤول في وزاره الداخليه السعوديه انه بناء على ما رفعته الجهات الصحيه المختصه بشان الاجراءات التي اتخذتها المملكه في مواجهه فيروس كورونا وامكانيه العوده الى الاوضاع الطبيعيه مع اتخاذ اقصى درجات الحيطه والحذر والالتزام الكامل بالتدابير الوقائيه تم اتخاذ مجموعه من القرارات اهمها رفع منع التجوال بشكل كامل ابتداء من اليوم الاحد في جميع مناطق ومدن المملكه والسماح بعوده جميع الانشطه الاقتصاديه والتجاريه وشددت الداخليه السعوديه على وجوب مراعاه مجموعه من القواعد مع رفع منع التجوال تشمل التاكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائيه المعتمده لجميع الانشطه والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات او تغطيه الانف والفم من الجميع وعدم تجاوز التجمعات البشريه خمسين شخصا كحد اقصى على ان تخضع جميع هذه الاجراءات للتقييم والمراجعه الدوريه من وزاره الصحه مع استمرار تعليق العمره والزياره على ان تتم مراجعه ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحيه يواصل التحالف السعودي خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار بمختلف محافظات اليمن حيث استهدف الطيران اربع محافظات باربع واربعين غاره خلال اربع وعشرين ساعه وقال مصدر عسكري يمني ان قوات التحالف ارتكبت خمسه وتسعين خرقا بينها تحليق اربع طائرات حربيه في اجواء الفازه والجبليه وست طائرات تجسس في اجواء شارع الخمسين والتحت والجبليه حيث شملت الخروقات أيضاً واحداً وعشرين خرقاً بقصف مدفعي وأربعة وستين خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن الطيران شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية الظاهر وغارة على منطقة طخيا في مديرية مجزة. سلط موقع ميدل ايست مونيتور الضوء على الرساله التي وجهها ستون عضوا في البرلمان الاوروبي والتي طالبوا عبرها حاكم البحرين باطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشي جائحه كورونا وقال الموقع لقد عبر المشرعون الاوروبيون في الرساله عن المخاوف بشان الظروف الصحيه للسجناء التي تجعلهم اكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا. وقال البرلمانيون رحبنا باطلاق سراح 1786 سجينا في مارس الماضي لكن هذه الخطوه المحسوبه لابقاء سجناء الراي والسجناء السياسيين البارزين خلف القضبان غير مقبوله. يضاف الى ذلك تزايد عدد حالات الاصابه بالفيروس، مشيرا الى ان المشرعين شددوا على ان الاجراءات الوقائيه مثل التباعد الاجتماعي مستحيله بسبب الاكتظاظ في سجون البحرين، مؤكدين على حاجه العديد من السجناء لفحوصات طبيه منتظمه ترفضها سلطات السجن بشكل روتيني. قتل تسعة عناصر من مسلحي حركة طالبان الإرهابية وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم للحركة على قوات أمنية في ولاية لوجار شرقي أفغانستان وذلك حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ليرتفع عدد القتلى إلى 26 عنصرا و15 مصابا وأعلنت الوزارة مقتل 17 مسلحا وإصابة 12 آخرين من طالبان في هجوم للحركة في ولاية بكتيكا شرقي البلاد أيضا هذا وقتل أحد عشر عنصرا من الأمن الأفغاني يوم الخميس الماضي في هجومين لحركة طالبان الإرهابية فيما أكدت وزارة الدفاع أيضا وفاة أربعة من أفراد الجيش الوطني بهجوم لطالبان في نمروز الخبر الاخير افادت وسائل اعلام بريطانيه ان ثلاثه مساجد في شمال شرق انجلترا استهدفت بكتابات عنصريه مشينه الى جانب سلسله من الكلمات البذيئه وقالت صحيفه دايلي ميرور انه لم يتضح من الذي كتب تلك العبارات هذا واثارت الصور عند نشرها على موقع تويتر ردود فعل غاضبه فيما ابلغت الجاليه المسلمه شرطه كليفلاند بالحادث التي أكدت عدم السماح مع حو أو عدم التسامح مع حوادث جرائم الكراهية. مشاهدينا نهاية النشر هذا تذكير بأهم العناوين. مكتب المرجع الشيرازي في كربلاء المقدسة يحيي ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. وكاله الاستخبارات العراقيه تلقي القبض على سته ارهابيين في مناطق متفرقه من محافظه نينوى وميدل ايست يسلط الضوء على رساله البرلمان الاوروبي الداعيه الى اطلاق سراح المعارضين السياسيين في البحرين مشاهدينا ختام النشره شكرا لكرم المتابعه والى اللقاء اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته